برنامج خير وعلم هو برنامج نتطرق فيه إلى أهم وأبرز أفلام الخيال العلمي والأفلام التعليمية على مر السينما. لا يهمنا الترتيب، ولكن المهم أن نقوم بعرض الفيلم وبالتالي ربط هذه الأحداث وما ذكره المؤلفون مع الواقع الذي نعيشه، وكذلك بالحقائق العلمية المتاحة للعالم في وقتنا الراهن. نحن هنا نحاول أن نقوم بعرض الأفكار العلمية وكذلك عرض أفلام الخيال العلمي، ونحاول جاهدين أن نقوم بعملية ربط تلك الأفكار وبالتالي رؤية الأفلام بمنظور آخر وبمنظور تشويقي مع جزء من التفكير. نحن هنا اليوم نعرض لكم أبرز أفلام الخيال العلمي وأيضا المسلسلات، وبالتالي الخروج بفائدة ماذا لو تحققت تلك الأفلام أو لو تصدقت تلك الروايات. ولاحظنا الكثير من ما يشير ويقول أن هذه الروايات قد تحققت، خاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19 أو كورونا، والتي تسببت بالكثير والكثير من الرعب للبشر، خاصة أن هناك بعض أفلام الخيال العلمي التي تطرقت إلى ماذا لو ظهر فيروس يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكثير من البشر وبالتالي تهديد مستقبل الجنس البشري على كوكب الأرض. تابعونا. سنتحدث فيها عن أبرز وواحد من أهم أفلام الخيال العلمي المنتظرة خلال هذا العام 2020، وبالتالي هذا الفيلم يعتبر من أبرز أفلام الخيال العلمي ويعتبر ضمن أفضل 5 أفلام خيال علمي ستعرض في خلال هذا العام. فيلم اليوم الذي سنتحدث عنه هو فيلم يجمع بين أسطورتين تعرفنا عليهم سابقا وظهرت الكثير من الأفلام لها. فالأسطورة الأولى هي غودزيلا أو الوحش العملاق والذي ظهر ب 33 فيلم سابق، والأسطورة الثانية وهو كينغ كونغ أو العملاق الغوريلا العملاقة والذي ظهر أيضا في 9 أفلام سابقة. هذا الفيلم طبعا يجمع بين عملاقين يتواجهان مع بعض، وبالتالي ما هي النتائج التي ستكون وأيضا ماذا سيحدث بعد ذلك. قصة الفيلم تدور أحداث قصة الفيلم حول وجود كائنين عملاقين وهو الأسطورتين الغودزيلا وكذلك أيضا كونغ أو الغوريلا العملاقة، وبالتالي فإن الفيلم يحكي ماذا لو وجدت هذه الكائنات في مجتمعات مكتظة بالسكان. إلى هذه اللحظة لم تعلن التفاصيل الخاصة بالفيلم، ولكن لاحظنا بعض الإعلانات للفيلم التي توضح أو تظهر فيه ظهور غودزيلا مع أيضا الغوريلا، وبالتالي ما هي الأحداث التي ستكون خلال هذا الفيلم وأيضا ما هو الدمار الذي سيسببه كلا الكائنين، فأي منهم سيكون مدافع مع البشر وأي منهم سيكون ضد البشر، أم سيكون الاثنين مع بعض مدمرين لأيضا الحضارة البشرية. نحن ننتظر الفيلم بفارق الصبر. سيتم عرض الفيلم في 2020 وبالتالي بالتحديد في مايو 20 أو 22 مايو من هذا العام. من الجانب العلمي فوجود كائنات عملاقة بهذا الحجم سواء كان غودزيلا وهي الأسطورة الصينية بالتنين العملاق وكذلك الغوريلا العملاق، وبالتالي إلى هذه اللحظة لا يوجد كائنات بهذا الحجم، وكما أشرنا سابقا فإنه في خلال وقتنا الحاضر لا يوجد كائنات عملاقة إلا إذا استثنينا الحوت العملاق وكذلك الفيل وبعض الكائنات العملاقة، ودون ذلك لا يوجد كائنات أكبر من هذه الكائنات، وبالتالي فإن هذه الكائنات لو وجدت مع البشر فإنها ستكون جدا كارثية وستسبب الكثير من الدمار. ف
فسابقا لاحظنا وجود افلام لجودزيلا وكذلك وجود افلام لكونغ كونغ الذي لاحظنا انه واحد فقط سبب الكثير من الدمار، فما بالنا بالاثنين مع بعض. طبعا الفيلم هو مجرد اسطوره وبالتالي فهو مجرد دمج لشخصيتين مع بعض، لان كون هذه الشخصيتين حققت الكثير من الارباح وهذه الشخصيتين حققت الكثير من النجاحات بالنسبه لافلام الخيال العلمي وكذلك للقصص التي تتوائم مع هذه القصتين المبدعه. وبالتالي ما الذي سيكون بعد ذلك لو ظهر هذا الكائنين مع بعض؟ اخيرا نتمنى ان تظهر الكائنات وان تظل الارض هادئه سالمه، وكذلك نتمنى ان تنتهي الحروب من كل بقاع الارض، وايضا ان ينتهي جائحه كورونا وان يجد العلماء لقاح لهذا الفيروس وبالتالي تقليل الاصابات والموتى الذين يزدادون يوما عن اخر. نتمنى لكم السلامه، شكرا لكم، انتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.